أن يحدث لعمان ما حدث لقطر هذا أمر مستبعد، ليس لجهة أن دول الحصار ربما تحاول إخضاع السياسة العمانية أو السيادة العمانية إلى مراداتها، هذا ممكن، ولكن لن يعني تنجح هذه الخطوات، إذ أن عمان دولة يعني بالمعنى الاستراتيجي للدولة، وبالتالي إمكانية التأثير على السيادة العمانية أو إخضاع القرار الاستراتيجي العماني لإملاءات خارجية هذه مسألة يعني مستبعدة. الشارع العماني بعيدا عن الموقف الرسمي للسلطة العمانية والذي هو موقف محايد، ولكن الشارع العماني يبدو أكثر تعاطفا وأكثر تفهما ليعني الرواية القطرية في هذا النزاع، وهو أكثر مساندة لقطر، ليس لمجرد الانحياز إلى قطر، ولكن لأن هناك بعدا أخلاقيا، يعني في تقديري أن السواد الأعظم من الشارع العماني يرى أن الموقف القطري الأخلاقي هو أقرب إلى العدل وأقرب إلى الصدق، وبالتالي قطر هي ضحية لهذه الإملاءات الخارجية، وبالتالي فإن الموقف الشعبي العماني العام هو أقرب يعني إلى قطر وأكثر انحيازا إلى السردية القطرية في النزاع.